يكمل إصحاح 14. فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي، فصارت إلي كلمة الرب قائلة. لما الموضوع اتحول إن أرمية اتكلم معاهم بالشدة أو بالعنف أو فضح الغلط اللي موجود جواهم، ابتدوا هما يجوا يسألوه. فهنشوف الصورة هنا. أرمية اتنبأ بكل الكلام اللي قريناه في إصحاح 13 وقال لهم كل شيء بالتفصيل، وراهم الخطورة دهيت. في بعض الناس اتأثروا بالكلام ده فجم يسألوه الكلام ده صحيح وحيحصل ولا هو كلام تهديد كده يعني، طب ونعمل ايه؟ والاسئلة اللي احنا تملي بنسألها يعني لما بنشوف كلمة بتأثر فينا شوية، طيب ويعني ربنا مش ممكن يرجع في كلامه؟ فراح ربنا قال للأرمية كلام، قال له الناس اللي قاعدة قدامك دي نتفهم معهم بقى. فصارت إلي كلمة الرب قائلة، يا ابن آدم هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة اسمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ خدوا بالكم الحتة دي الخطيرة. يعني إذا كانت الناس دي حاطة في قلبها أصنام معينة ومتمسكة بيها وأصعدتها يعني رفعتها في مكان مرتفع أو ادتها مكان عالية، لما هم متمسكين بأصنامهم كده جايين لي ليه؟ هل أسأل أنا سؤال من اللي حطوا أصنامهم قدام قلوبهم؟ داود النبي يقول آية خطيرة في مزمور من مزاميره، إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. يعني لو احنا بنسأل من ربنا سؤال او بنطلب من ربنا طلب وقلبنا مش تايب، ربنا لا يمكن يستجيب. عشان كده كخطوة اساسية في اي صلاة او في اي طلبة احنا بنطلبها، لازم قبل ما تصلي كده تمتحن قلبك وتشوف قلبك فيه توبة ولا لا. تقول لي طب ما انا في بعض الاوقات بيبقى فيه خطية ومش قادر اتخلص منها، يبقى معنى كده ربنا مش هيسمعني؟ لا، طالما انت عندك الرغبة وبتحاول وبتجاهد وبتتوب ربنا هيستجيب ويديك المعونة انك تتخلص. لكن المشكلة في ان في حالة انسان متمسك بهذه الاصنام مش عايز يسيبها مش عايز يتخلص منها وبيكلم ربنا في نفس الوقت، دي ربنا ما بيحبهاش. هما الشيوخ دول جم يسألوا علشان غرض المعرفة، يبقوا عارفين بس ومتوقعين ايه، لكن ما هماش جايين بهدف ان هما يسألوا الطريق للرجوع لربنا ايه. فراح ربنا كده كشف قلوبهم قدام حزقيال، ومع هذا ربنا اداهم، لو كنتوا قريتوا الاصحاح، اداهم كلمة تنفعهم. فهل اسأل من هؤلاء؟ لأجل ذلك كلمهم وقول لهم هكذا قال السيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل، وربنا بيحدد من بيت إسرائيل يعني أنا عارف أنه من شعبي، الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة اسمه تلقاء وجهه، يعني شايف العصرة شايفها قدامه مش بيتشنكل فيها غصب عنه، لا ده حاططها إيه قدامه وبيعثر نفسه فيها، ثم يأتي إلى النبي فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه، يعني أجيبه حسب اللي في إيه في قلبه، هديله اللي هو عايزه لكي آخذ إسرائيل، آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم لأن كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. مش هو مخبي الصنم وجاي يسأل عن حاجة تاني، لا أنا هديله الصنم اللي عنده، مش هو عايزه ياخده. لذلك قل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، توبوا وارجعوا عن أصنامكم
وعن كل رجاساتكم اصرفوا وجوهكم. عشان كده ربنا قال له روح قول لهم توبوا وارجعوا. ما قالوش ارفضهم ومشيهم كده وخلاص، لكن لا، ساب لهم رسالة رجاء وتعزية. ما تجيليش بهذا الوضع الخاطئ، لكن صلح نفسك. توبوا وارجعوا عن كل صنم الانسان حطه في حياته، صنم الذات، صنم الاشخاص، صنم الشهوة، صنم الاحتياجات، اي صنم من الاصنام اللي الانسان بيحطها في حياته. وعن كل رجساتكم اصرفوا وجوهكم، لان كل انسان من بيت اسرائيل او من الغرباء المتغربين في اسرائيل اذا ارتد عني واصعد اصنامه الى قلبه ووضع معثرة اسمه تلقاء وجهه ثم جاء الى النبي ليسأله عني فاني انا الرب اجيبه بنفسي واجعل وجهي فاني انا الرب اجيبه بنفسي واجعل وجهي ضد ذلك الانسان واجعله آية ومثلا واستأصله من وسط شعبي تعلمون اني انا الرب. في كل معاملة لله مع الانسان بيصر على انه حيوريه او حيظهر له ذاته. خدوا بالكم من النقطة دي الخطيرة، لان واحد حاطط صنم في قلبه جاي يسأل او جاي يسأل عن ربنا، الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ فاذ ضل النبي وتكلم كلاما فانا الرب قد اضللت ذلك النبي وسامد يدي عليه وابيده من وسط شعبي اسرائيل ويحملون اثمهم كاثم السائل يكون اثم النبي لكي لا يعود يضل عني بيت اسرائيل ولكي لا يعودوا يتنجسون بكل معاصيهم بل ليكونوا لي شعبا وانا اكون لهم الها يقول السيد الرب. ربنا عايز الايه دي تبقى واضحه، القرار بتاعك واضح، انت خدت ربنا اله ليك واعتبرت نفسك من شعبه، يبقى خلاص اخترت كده، دي بارادتك وبحريتك، ما تقعدش تلف وتدور. كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. وهنا ربنا بيحب الانسان اللي دغري معاه، الواضح معاه، حتى في ضعفاته وحتى في سقطاته يبقى واضح مع ربنا، ما يقعدش يلف ويدور ويبرر ويغطي ويحط كلام ويلفق كلام علشان يحسن موقفه. لا، غلطت غلطت، لكن خليك واضح، عايز ربنا تبقى عايز ربنا على طول. وكانت إلي كلمة الرب قائلة يا ابن آدم إن أخطأت إلي الأرض أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان. خدوا بالكم الآية دي لأن هتصحح مفاهيم روحية كتيرة عندنا غلط. إن أخطأت الأرض خيانة وكسرت وربنا سلمها للتأديب. وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب. إن عبرت في الأرض وحوش رديعة فأثكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش وفي وسط هؤلاء الرجال الثلاثة فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خربة. أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف أعبر في الأرض وقطعت منها الإنسان والحيوان وفي وسط هؤلاء الرجال الثلاثة فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليهم بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم
ببرهم. الحتة دي مهمة جدا عشان نقدر نفهم موضوع الشفاعة والقديسين الكلام ده كله. هنا ربنا بيحدد مسؤولية الإنسان الشخصية. محدش هيقدر يخلص حد تاني. حدش يجي يعني يقول ده انا اعرف ابونا فلان وياما قعدت معاه وكان بيكلمني وكان صاحبي، واعرف سيدنا الانبا فلان واعرف الخادم الفلاني. مش هينفعك بحاجه. لو هيخلص هيخلص ايه؟ نفسه. لكن لا يستطيع انه يخلص ابن او ابنه. كل واحد يخلص ببره وكل واحد يهلك باثمه. لان احنا للاسف بقت فينا عادة سيئة جدا، بقينا نهتم ان احنا نعمل علاقات مع اشخاص ومع اباء. ما بقولش ان ده غلط او صح، لكن اللي انا بقوله ان ده مش هيفيدك بحاجة. حتى شفاعة القديسين مش هتقدر تنفعك بحاجة الا اذا كنت انسان تائب، الا اذا كان عندك رغبة في حياة مقدسة. لكن واحد حاطط اصنامه في قلبه يروح يتشفع بمارينينا ولا يشوف يروح يتشفع بالعذراء مش هينفعه. اهو قال لو وقف الثلاثه دول. وشمعنا الثلاثه دول؟ نوح ودانيال وايوب يصلوا هخلصهم هما، لكن مش هخلص حد بسبب صلاتهم. كل واحد مسؤول مسؤوليه. لان في اوقات كتيره بنعتمد ده انا عارف ابونا فلان وصاحبي وبيجي ياكل عندي وبيقعد معايا وبيتكلم معايا. مش هتعمل لك حاجه. لما تيجي تخش السماء ربنا يقول لك فين توبتك؟ تقول له انا كنت عارف ابونا فلان وسيدنا الانبا فلان. اقول معلش هو بيخش بخلاصه او ببره وبجهاده، لكن مفيش حاجه اسمها واسطه ومعرفه فوق. حتى لو كانوا هؤلاء الثلاثه، طب ايه الصفة المشتركة اللي بتجمع الثلاثة دول مع بعضهم؟ اشمعنى يعني نوح ما قالش ابراهيم؟ اشمعنى دانيال واشمعنى ايوب؟ ها؟ ايه الحاجة اللي بتربط الثلاثة دول؟ يعني ايه خرج منه؟ صبروا للاخر. كويس. لان الثلاثة دول كانوا مميزين، وقفوا لوحديهم في وسط جيل كله ايه؟ ضايع. نوح وقف وحده في وسط الطوفان. دانيال وقف لوحده. ايوب وقف لوحده في مرضه، حتى مراته قالت له سب يومك ويلعن الله وايه وموت. وحتى من صحابه ما حدش اداله كلمه تشجيع، لكن وقفوا ثابتين في ربنا وهم لوحديهم. فدول ليهم مكانه عند ربنا لانهم قدروا يقفوا وهم لوحديهم. زي ما قالوا الاثناسيوس العالم كله ضدك، قال لهم وانا ايه؟ ضد العالم. لكن قال اذا كان في اي حاله من الاحوال دي كلها هم يخلصوا ببرهم، لكن ما يقدروش حتى يخلصوا ابن او ابنه. يعني ما حدش يجي يقول ابويا كان كويس. طب وماله؟ لكن المهم انت. اخويا كان كويس. طب انت؟ عشان كده ربنا هنا بيحدد لهم المسؤولية الشخصية لكل واحد عن بره او عن خطيته. لا، اذا كان الشعب مش تايب توبة اللي بيعملها الكاهن دي ولا حاجة، تحسب ببره هو، تحسب للكاهن نفسه. لكن شعب مش عايز يتوب خلاص، مش عايز يصرف. عشان كده لازم الانسان مسؤول شخصية. عايز شفاعة القديسين؟ شفاعة القديسين تشتغل معاك جدا جدا وقوية جدا اذا كان انت عندك رغبة واذا كان انت عندك توبة. وعشان نقطة المسؤولية برضك، لوط اللي اتقال عليه المثل مراته ما نفعتش، عمل الملاكين معاها ما نفعش، راح مسؤوليتها الايه؟ الشخصية. زي مونيكا ام اغسطينوس، القديسة مونيكا ام اغسطينوس بصلاتها هيأت له ظروف، لكن كان القرار بتاعه. لأنه هكذا قال السيد الرب كم بالحري إن أرسلت أحكام الرديئة على أورشليم سيفا وجوعا ووحوشا رديئة وباء لأقطع منها الإنسان والحيوان.
فهوذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنات، هوذا يخرجون إليكم فتنظرون طريقهم وأعمالهم وتتعزون عن الشر. شوفوا البقية الناجية دي أو البقية التقية تسبب تعزية عظيمة جدا لما يلاقي أن في نفس نجحت وفلتت من الدينونة. عن الشر الذي جلبته على أورشليم، عن كل ما جلبته عليها، ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم فتعلمون إني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته. وهنا ربنا بيوضح أو بيتفهم مع الإنسان إن أنا في كل اللي أنا عملته ما كانش بلا سبب، عشان كده كنت بشهد ابن آدم عليه.